السلام عليكم، تحياتي لكل الإخوان والأخوات، حياكم الله. نتمنى تكونوا بأفصح وعافية إن شاء الله بحول الله. اليوم جبت لكم واحد الطبق غني وشهي، يحبه الكبير والصغير، واقتصادي وسهل التحضير إن شاء الله بحول الله، بمقادير موجودة في جميع الأسواق، غير مكلف كما سبق ذكرت، وإن شاء الله بحول الله صحي جدا. وبالنسبة للإخوان اللي تبغيوا يديروا الريجيم أو تبغيوا مثلا يطيحوا من الوزن ديالهم، هذه أطباق يعني اللي لاحظتهم نسبة الدهن يعني ما كيناش بزاف، يعني الدهن محدود فيها، حياكم الله وإن شاء الله بحول الله. كما ترون في الصورة الطبق اسمه بابا كونتشوكو، يعني الحبار بالبطاطس، والتشوكو في المغرب راه في الشمال ديالو تاهو كيسميتو التشوكو. عندنا هنايا جوج حبات من الحبار فيهم نصف كيلو، كيلو من البطاطا، حبة واحدة من النيورة، ورق سيدنا موسى، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ثلاثة دريوس ديال التومة، ملح، زيت زيتون، جوج حبات من الطماطم، حبتين من البصل، حبة واحدة من الفلفل. وإن شاء الله بحول الله كما وعدتكم هذا طبق ديال هذا الوقت هذا شهي ورخيص في الثمن ديالو، حياكم الله. تحياتي على بركة الله. كنشعلوا الطنجرة ديالنا، كنخليوها تسخن واحد شوية، ومن بعد ما سخنات كنضيفوا عاد جهة ثلاثة المعالق ديال الزيت البلدية بيرخين إكسترا، زيت الزيتون البكر كما ترون، ونضيفوا البصيلة ديالنا بسم الله. هكذا ورقة ديال الغار سيدنا موسى، ونخليو شحار، وغنشدو داك الريوز، ثلاثة الريوز ديال التومة من بعد، غنديرو بسم الله هكا، نفكوهم. وكما سبق ذكرت هو الطبق إن شاء الله بحول الله غادي يعجبكم، وغيدهشكم شي حاجة جميلة إن شاء الله. هكذا هكذا، نخليوها تشحر. و اخواتاتي، من بعد ما هبطت البصيله ديالنا كنضيفوا الفلفل اللي سبقنا قطعناه مكعبات كالاتي، نخليو حتى هو يتشحر ان شاء الله بحول الله هكذا. وطبق الطبق ان شاء الله بحول الله سريع جميل وشهي، غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله بحول الله. وطبق من التراث الاندلسي ان شاء الله بحول الله. غنوريكم كيفاش غنحيد اللحيمات من النيوره، كما سبق ذكرت وريتكم في الصوره قبل انني في الزكته في الماء طايب، كما ترون ها هي شي اللحيمات ديالها كيشاخت. النيورة راه موجوده في البلاد الحمد لله، تقريبا جميع البلدان العربيه كيملكوها، هي واحد النوع من الفلفل كيعطي واحد النكهه جد رائعه ان شاء الله بحول الماء. غنحافظوا به، ما نسيبوش الماء ديالها. ها انتم عندو لنا، وعندو بحال هكا، وعنبداو نحيدوا اللحيمات. شتي اللحم ديالها هكذا بشويه بكل لطف هكذا، وغنخرجوا اللحيمات ديالها كامله هكذا هنا. وهادي كتعطي واحد سميتو الاطباق ديالنا واحد اللمسه يعني رائعه جدا، كتباع رفيت وريتها لكم، كنستعملها ملي كتكون في الحب، كتباع مثلا الاخوان اللي هنا في اسبانيا راه كاينه في ميركادونا كتباع، وفي بعض الاسواق ديال كارفور هاكا. هذه هي بعد ما تشحرت لنا سميتو السيبيا ديالنا الحبار اي تشوكو، غنضيفوا ان شاء الله البطاطس ديالنا سبقنا قطعناها على الشكل اللي ديما عودتكم باش تعطينا مرق خاطر، حنا ديماريناها حياكم الله هكذا. غنضيف دابا النيورة ديالي ها هي كما ترون مع اللحيمات هكذا، وغادي نحركوها وغنضيفوا المرق ديالنا ان شاء الله بحول الله هكذا الصورة. نضيفوا القليل من الملح ونمرقوا بسم الله.
يا سيترو ديال الماء هكذا، ونغطيو عليه ونخليوه جه ربع ساعه، من 15 دقيقه الى 20 دقيقه ان شاء الله بحول الله، وندوزو نحلو عليه نشوفو كيبقى. تحياتي لكم، حياكم الله خوتي خواتاتي، دعونا بالبارطاج بالجيمات اللايكات، وحييكم وحبكم في الله. اخواني اخواتي، بعد مرور 15 دقيقه غندوزو ان شاء الله بحول الله دابا نشوفو النتيجه. بسم الله، كما سبق ذكرت الطبق اليوم يكون سريع ان شاء الله، سهل. بسم الله ما شاء الله. هذه اللحظه التي يحب نيورات هي دارت الافعال ديالها ان شاء الله بحول الله. غادي داكشي كيختار، ذوق الملح. بسم الله، 15 دقائق. بسم الله، والله واحد القليل ونغطيوه ونخليوه يزيد واحد 5 ديال الدقائق. دابا جبدنا البطاطا وتغلقنا المريقه ديالنا شويه، ونطفيو عليه ان شاء الله بحول الله، ونخليوه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق، وندوزو ان شاء الله بحول الله الدريساج. حياكم الله، تحياتي لكم. خوتي اخواتي، بعد ما جلس الطبق ديالنا، ها انتم ها الصلصه اللي حضرنا عليها، ها هي شفتو كما كنقول دائما معلكه، ها هي خاتره، ما كاين لا زيوت عايمه لا حتى شي حاجه. نشوفوا البطاطيس ديالنا، ها هي طيبت، هادو كما تنظروا الصوره هي واجده. نشوفوا الحبار، تا هو ها هو تبارك الله سلام بها، هو تا هو غطا. يا سلام، ها انتم شتو. قلنا الا ندريسيو الطبق ديالنا. بسم الله، غادي نبداو دابا الدريساج ديال الطبق ديالنا كما ترون في الصوره. وللامانه البطاطا اللي شريت هذه المره هذه ما عجبتنيش، لان ما مرمله بزاف، وانا تعجبني النشا ديال البطاطا يكون شويه رقيق. هذه نحتاج انا لحاجه اخرى، ولكن في هذه الحاله هذه كنت كنتظر ان البطاطا يكون النشا ديالها رقيق، على هكا ما تكونش مرمله، ما يكونش عندها المسام ديالها كبارين بزاف. هذه المعلومه بغيت نتقاسمها معكم يعني باش الاخوان يتفاداو انهم يشريوش بطاطا تكون كما كنقولوا ديال الخزين، تكون طاطا جديده، كل ماكله جديده كل ما مزيانه. حياكم الله، وكما ترون الصوره ابلغ من الف تعبير. الرائحه يا سلام، المذاق ما عندي ما نقول فيه، ان شاء الله بحال انصح نضيفوا شويه ديال لافريشور بقدونس، لمسه ديال الشيف غبار الزيتون كما عودتكم، هذه لاسيناتور ديالنا. يمكن لكم ديكورو كما بغيتوا، وطبق ان شاء الله بحول الله يمكن لكم ديروه للضياف ديالكم، الاحباب ديالكم، لكل ما تحبون. ونضيفوا دابا واحد اللمسه ديال الزيتون، زيت الزيتون البكر، يعني الزيتون ملي تيكون خضر تيكون عنده واحد الطعم تيعطيه لبعض الاطباق جميله. انا كنحبه في المائده، كثير من الاطباق كنضيفوا ليه، انا كنبغي ناكل شخصيا كنعجبني ندير الزيتون لا مع القطان، زيت الزيتون لا مع القطاني ولا مع. واترككم مع هذه الصورات الجميله ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم، حياكم الله.